مساء الخير واهلا بيكم. النهارده بقى فيديو مختلف وجديد، وانا مع اعز اتنين من صحابي الدكتور عبد السلام والدكتور علي، وحبينا ان احنا ندردش معاكم كده. هنتكلم في اي حاجه بصراحه، ما احناش محضرين. وخلونا نرحب بيكم كده. وطبعا انتوا في ناس كتير سالت عن برجي، انا 8/4 برج الحمل، ومحدش يشتم برج الحمل. والدكتور بقى عبد السلام هيقول لكم دلوقتي هو مواليد كام. انا 6/4 يا جماعه، برضو حمل، برضو توأم، الحمل برضو توأم بتاعي بعد. الدكتور علي انا يا جماعه 26/8. دي كام دي بقى؟ دي برج العذراء. العذراء برج العذراء. يبقى احنا 2 حمل وواحد عذراء. طب قول لنا دكتور، ايه مميزات برجنا وايه المشكله؟ هي المشكله اللي انا اتكلمت ومدحت برج الحمل هيقولوا بيمدح في برج. فانت نبدا بالعيوب الاول. عصبي، عصب، شكاك، غيور. غيور بس مش شكاك، كده هو واثق من نفسه لكنه غيور فعلا. شكاك مع التعامل مع الاخرين شويه. ودي المشكله. وعلى فكره الحمل صعب يقتنع. صعب يقتنع في الارتباط فعلا. يعني ممكن تكون ايداله صابعه العشرة الشمع وبرضه عنده مشكله في الارتباط. العذراء بقى لازم يدرس الامور كلها على مهل فعلا. والدكتور علي بقى هو اللي ممكن يقول لكم عن طباعه. ايه مواصفات فتاة احلامك او اهم صفة تحب ان انت ترتبط بيها، يعني تكون موجودة فيها؟ يعني تستحملني، او اهم حاجة تكون التفاهم. التفاهم يعني. بس الدكتور عبد السلام بقى بيسو حبيبي ليه مواصفات تانية خالص. لا انا عندي اهم حاجة والله يا جماعة انها تثق، يعني كنت شكلها حلو. ده اكيد المقاييس الجمالية والشكلية، ده اكيد يعني اكيد الانسان بيحب حاجة جميلة. طيب انا بتحب اكتر لون في العيون ايه بصراحة؟ انا احب العيون السوداء بصراحه، هي اللي بتسحب السود. وانت دكتور علي السوداء؟ احنا ناس مصريين يا جماعه وبنحب الشرق. انا احب العيون الخضراء بصراحه. ماشي، وما مدي مع على مصر برضه. اللون الاخضر كده مريح للاعصاب وللعين. ومش معنى كده ان انا بكره العيون الثانيه، بس هو يعني لولا اختلاف الاذواق. ليه لولا اختلاف الاذواق؟ خلي بالكم هو بيقول كلام علي، قفشته. مش همنتج اي حاجه. كله موجود. تمام. انا احب اشوف الخضره الخضار في الاراضي في النيل، فاهمني؟ لكن في عيون اللي قدامي يبقى حاجه مصريه زي حاجه. العيون السود بتسحرني اصلا فعلا. عيون السود بتسحرني يا جماعه. ممكن عينين زرقاء الحاجات ديت تبقى بالنسبه لي يمكن مقبلات او فواتح شهيه مثلا. حلوه المقبلات دي. او فواتح شهيه بس كده. طب الانسانه اللي انت مرتبط بيها ممكن نعرف تاريخ ميلادها ايه، برجها ولا ده سر؟ لا لا مش سر ولا حاجه. طب هم كتير فانت خايف تقول. لا 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 هي الانسانه اللي مرتبط بيها يا جماعه برج قوس. قوس. والقوس جميل وبيحب يخرج. وفي توافق مع الحمل، يعني في توافق ما بين القوس والحمل. والله توافق عالي جدا. كويس. حبيبي بقى ثواني، مشكلتها يا جماعه في الغيره عدم الثقه برضو احيانا، تقلبات. القوسيات فيها كده يا جماعه، قولوا لنا في التعليقات كده الكلام اللي هو بيقوله ده صح. القوسيه غيره وايه قلت تاني؟ ايه عدم يعني مش فاكر والله. بندخل بقى على صديقنا الثالث. مرتبط ولا لسه؟ ربنا يسهل. لسه ربنا يسهل برضو. عايشنا كده خد بالك. ليه بس؟ ليه مرتبطين والله العظيم؟ هم كتير. لا يعني بقول لك انت بتقطع عيشنا بالنسبه للناس المعجبين والمعجبات بعد كده. لا عادي يا عم، ايه المشكله؟ ما هو الارتباط ده مش شكل دائم، يعني ممكن هو يكون مرتبط مفيش حاجه هتتقص، الحلقه هتنزل زي ما هي كده واحنا ونصيبنا يعني. طيب لو ما كنتش انت مرتبط ببرج قوس كنت تتمنى ترتبط ببرج ايه؟ يمكن بحمل زي انت شايف. انت شايف اكتر برج يتفاهم معاك كحمل ايه؟ الحقيقه انا مش مندمج، يعني ما دخلتش في ما تعمقتش في الابراج يعني. بس انا كل اللي عايزه انسانه تتقبلني، تفهمني وقت عصبيتي، تحتويني، تقدرني، ما تبقاش غيرتها مجنونه طاطلة او عبيطه. ما تخلينيش احس انها حاجه هبله. لا انا احب الانسانه اللي قدامي تقدرني عشان انا اعرف اقدرها، تكون من جواها عميقه وتفهم ان انا مش كل دماغي بنات او كل دماغي هلس. لا اكيد في حياتنا حاجات بنعملها، احنا ناس دكاتره في الاثار، لينا شغلنا، لينا ادائنا، لينا قراءاتنا، لينا سفرنا واماكننا اللي بنروح نشتغل فيها. فلازم تبقى اللي معاك تقدر تتحمله. صح صح. وتكون جنبك راجل حسنداء فعلا. الدكتور علي بقى، هل يعني معروف عن برج العذراء ان هو بيبحث عن المثاليه؟ هل انت شايف ان انت كده دايما عايز كل حاجه بيرفكت؟ اكيد كل واحد فيه اخطاء. بس يعني انا النهارده في حلقه النهارده جبت لكم كده مجموعه من اعز اصدقائي وكل واحد برج، عشان كل واحد يتكلم عن برجه فعلا ونشوف هل صفات الابراج دي يعني صحيحة لأي مدى. فهو بيتكلم، هل دي فعلا موجودة فيك؟
فول حراتي يا جماعه. خير مصر وعز مصر وتحيا مصر والله. اكيد الواحد بيبقى نفسه في حد مثالي، بس ده مش هتلاقيه يعني، مش موجود. بس انت من النوع اللي بيبحث على المثاليه، لان انا في حلقاتي لما قلنا العذراء بيبحث على المثاليه يقول في التعليقات لا ومش كده وانتوا واخدين فكره غلط اهو، انا جايب واحد اهو، والعذراء معروف ما بيعرفش يزوق الكلام، فلو انا بقول حاجه غلط هيناقشني على طول. طيب هل العذراء يوجد في المناصب الاداريه اكتر، الشغل الاداري اللي هو مكتب وما يحبش الحركه وكده؟ لا، بحب الحركه. لا يعني مثلا انت تحب المناصب الاداريه اكتر من المناصب اللي فيها تنطيط وسفر كل يوم وخروجات وكده، ده قصدي يعني. لا انا احب الحركه. انا اتكلمت معاك مره قبل كده وقلت لي انا اجيت في المناصب الاداريه، انا متذكر اليوم ده. اكيد مش انا احب الحركه، وطبيعه شغل اصلا فيها حركه، هي مش شغل اداري يعني. بس ما تحبش بس يعني انت بعيد عن الاضواء بطبعك، ما بتحبش الاضواء. هو ده قصدي بقى. برج العذراء يختلف عن برج بيسو، دلوقتي احنا اصحاب بقى وهنشيل الالقاب مع حفظ الالقاب يعني. فيختلف عن برج الحمل مثلا، ده عايز تنطيط. شوفوا حتى يعني احنا بنعمل فيديو وهو مش صابر، عمال بياكل فول حرقات. انتوا حبايب قلبي والله، جمهور دكتور محمد على دماغنا من فوق، اخواتنا وحبايبنا والله. حبيبي ده هو كمان عايز يولع بس محروم منكم. لا على قد الفول بس، على قد الفول. فما عندوش صبر. لو خدت بالكم حتى تلاقي طريقة برج الحمل في الكلام فيها عصبية تصرف. لا بس محروم منكم. لا على قد الفول بس، على قد الفول. فما عندوش صبر. لو خدت بالكم حتى تلاقي طريقة برج الحمل في الكلام فيها عصبية تسرع شوية. العذراء شوفوا حتى يعني هدوء فعلا، يتكلم بهدوء كده وتلاقيه منظم ويرتب. بس العذراء مش بتاع مجاملة بقى. الحمل حورتاجي شوية وحنون والله العظيم حنون. لا 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 برج حنون اقسم بالله. تاخد من ايش؟ ما تعودتش. عيب عليك، حنون جدا والله يا جماعة. ما تعودتش اكل على الله. وقلبه يسع ملايين، احنا كده ربنا خلقنا كده والله يا جماعة. ممكن الواحد يحب اربعة، ممكن ثمانية، والله حسب ما ربنا يكرم. بس القلب هيدي لكل واحد يعني. تعليقا على كلامه كده بيقول لك بنت الوعي، قلب البنت عامل زي المركب، لو ركب في اتنين يغرق. اما قلب الرجل ربنا خلقها كده يا جماعه. اما قلب الرجل عامل زي الميكروباص، ما يطلعش الا لما يحمل. لازم يحمل. دي من الحاجات برضو اللي لازم انتوا كنساء تتقبلوها فينا، عيوبنا بس فينا مميزات تانية. من وجهه نظرك افضل مميزات، بس العذراء ما فيهوش. افضل مميزاتك الصدق. الصدق ده طبعا غلط الكلام ده تقريبا، اكيد في بعض الاحيان. العطاء، الجدعنه والرجوله، دي موجوده في الحمل، ده اساسي يا جماعه. الجدعنه والرجوله بتلاقيه ماشي معاكي دغري، حتى لو سافل او مثلا ممكن دماغه موديها بعيد، بس بيقول دي حقيقة. ما بينكرش ولا بيلف ولا بيدور، ما هوش خبيث. احنا مش برج خبيث يا جماعه. فعلا يمكن في قلبنا على لسان. يمكن اتقال عليه عيوب الدنيا بسبب ان هو صادق واللي في قلبه على لسانه. فعلا دي حقيقة فعلا. فيمكن دي اكتر حاجة بتطمن الانسان باللي بيتعامل مع الحمل. بس دي. هو طريقة معينة ازاي تتعامل مع الانسان ده. يمكن هو انا محتاج لي كتالوج اكتبه كمان للي اتعامل معاه. وسهلين، ما احناش معقدين ولا غامضين. اللي في قلبك على لسانك خلاص، هتحتاج ايه تاني؟ اللي متفق مع الكلام ده يكتب لنا رأيه في التعليقات، واحنا هنقرا كل تعليقاتكم. طيب يا علوة بقى، انت شايف اهم ميزة فيك ايه؟ او افضل ميزة بتحبها فيك انت كعذراء، رجل عذراء؟ اللي هو الهدوء، لازم يكون هادي كده. بتحب دي فيك، مش منزعج منها؟ لا مش متصرف في قراراته. هو اللي انا منزعج ان هو انطوائي شويه، اللي هو مش اجتماعي يعني. نفسك ان انت تكسر الحته دي، الحاجز ده. نفسي، بس هي مش موجوده فيه. احنا برضو لما اتكلمنا قلنا ان برج العذراء من اكثر الابراج اللي هي انطوائيه. برج العذراء دايما كده يدخل الناس في حياته بحساب ويدخل في حياه الناس بحساب. عكس الحمل، الحمل ممكن يبقى قاعد معاك بقاله خمس دقايق والصحبه ياخد رقمك وحبيبه يعني. احنا عشريين شويه فعلا، انما برج العذراء بيحتاج وقت وقليل كمان العلاقات الاجتماعيه يعني. يعني حتى لما يرتبط بحد برضه بيسخر له حياته كلها، بيحب بقلبه، ما بيحب، ما بيحكمش عقله. لا العذراء بيحب بقى بالعقل، خلي بالك. هو يقصد كده العذراء. هو خانه ممكن التعبير، انما العذراء بعقله. لذلك هو ما بينفعش معاه الاسلوب السريع ده، هو لازم يقتنع 100% وياخد كل حاجه كده واحده واحده، ستيب باي ستيب يعني، زي ما احنا بنقول. هل انت منزعج من دي برضه؟ اكيد.
تحب ان انت تكون اكثر مرونه شويه. الجنون ساعات بيبقى حلو طبعا في الحب وفي الحب. وقولوا لنا ايه رايكم، هل انت برجي شايف نفسك، او انت شخصيه شايف نفسك مجنونه ولا انطوائيه، مرنه ولا انطوائيه، وتحب ان انت تكون مرن ولا تكون انطوائي؟ يعني هل ده راضيك ولا حابب ان انت بقى تغير؟ ممكن نعمل بناء على التعليقات دي حلقه، يعني بتجيب لنا فكره حلقه جديده. انا حبيت على فكره، ما كانش في نيتي والله ان انا اعمل فيديو، بس لقيت كده يعني انا مستمتع ان انا معايا الجو جميل. احنا جايين نقضي يوم مع دكتور محمد، وهو جابنا من وسط بالجمال والخضره، وقال تعالوا يلا اوريكم للجمهور بتاعي الحلو. واحنا بنحب الناس حبيبي، مشينا كتير قوي عشان نوصل للمكان ده والله. مشكور على الضيافه ديت، لا انتوا حبايبي، انتوا اصحاب بيتي يعني، فحبينا ان احنا نشارككم بقى، ومش محضرين، وبنعتذر بقى عن القعده، عن الكلام، عن عدم التحضير. احنا كنا كلكم معانا يا جماعه، احنا كنا تلقائيين معاكم يعني. انا بحبكم جدا وبعتبركم عيلتي التانية يعني، فبحب ان انا اكون معاكم تلقائي كده وزي ما تيجي بقى، فاكتبوا لي ارائكم كده. ودول اعز اصدقائي، وكل واحد بقى هسيبه يقول كلمه كده، لان انا عارف ان في الاف هتشوفنا دلوقتي. تحب تقول ايه بقى للجمهور اللي كان معنا على مدار ربع ساعه؟ حبيبي انا احب اسلم على كل جمهور دكتور محمد، كل البنات، كل الناس اللي بتفهم، كل البنات اللي موجودين في، كل الناس اللي بتفهم، كل اخواتنا في الوطن العربي. احنا يا جماعه واحد، ويا رب دايما نبقى واحد. بمسي عليكم وبصبح، وبتمنى ان انتوا كلكم تكونوا معانا، ويومكم جميل يا رب دايما يعني. الدكتور علي بقى، بنمسي عليكم طبعا على كل جمهور دكتور محمد على القناه بتاعته، وبنشكره على حسن الضيافه، نقول له جزاك الله كل خير يا حبيبي. وبصراحه اتبسطنا النهارده ان احنا قضينا اليوم معاك حبايبي. وانا كمان بتوجه بالشكر لاخواتي وحبايبي واعز ناس على قلبي، ولكل الناس اللي سمعوا اللايف، او مش اللايف بقى، الحلقه دي او الفيديو ده معانا للاخر، اللي استحملنا يعني ربع ساعه. استحملنا، نرجو الفيديو ده معانا للاخر، اللي استحملنا يعني ربع ساعه. استحملنا، نرجو ان كلش اتقلنا عليكم يا جماعه والله. احنا بس عايزين، بصوا بقى، انا في النهايه كده عايزكم تقولوا ايه رايكم في اصحابي بمنتهى الصدق، عشان هم مستنين ارائكم.